اهلا وسهلا بالمشاهدين، نواصل مدنا المباشر برفقتكم. تدرت الحديث في بدايه صباح الشروق انه في اجيال سطرت ان السودان ده يكون اخضر وانضر، قدموا عطائهم الممتد ونحن بنعيشه الان. يعني اذا كان نحن بنعيش يعني تفاصيل بتاعت حكم ممتده ومشابهه من الاستقلال والى الان، تبقى الهم المشترك يبقى انه يكون الوطن، ما تكون المصالح الضيقه ولا تكون بناء الكيانات السياسيه المعهوده. وهمنا المشترك انه السودان ده يكون معافى، والسودان ده بمختلف ثرائه الممتد في نماحيين على البسيطه فيه اناس مبدعون مبدعين في مجالات متعدده، يجب انه برضه ندخل المشوره والحوار والاتحاد بينهم على مدى سنين طويله تصوف، وانه هو غير انه يهذب النفس وارتقي بها لمصافي الجمال، هو برضه عنده دور كبير في الحركه الوطنيه على امتداد تاريخ السودان. وبيتبادر في اذهاننا عندما نذكر التصوف في معلومات، بنذكر طوال طرق او طوائف دينيه في السودان كان هي عندها اساس حتى في المد السياسي، اذا كان الختميه او حزب الامه. ولكن بالرجوع الى التاريخ القديم نجد حتى قيام سلطنه الفونج الاسلاميه انه التصوف كان وافد من دول افريقيا وتمدد في مناطق السودان المختلفه، وبقى باسس لاخلاقيات وبقى باسس لاتحاد. نحن الحديث حيكون اكثر عن دور التصوف في الحركه الوطنيه مع الاستاذ الكاتب والباحث في التصوف محمد يوسف العركي. صباحا، اهلا ومرحبا بك، صباح الخير. مرحبا استاذ حمزه، مرحبا، عليكم السلام، صباح الخير وصباح الشروق لكل المشاهدين ولكل السودان ان شاء الله. الله يجزي خير. عايزين بس نبين للمشاهد كثير من المشاهدات اللي جاته من خلال مشاهداته ومن خلال قراءته، وانت بحكم بحثك المستمر وتدوينك عايزين نعرف مد الطرق الصوفيه للسودان قبل ما ندخل في تفاصيله وبناء للحركه الوطنيه في السودان. شكرا على السؤال الافتتاحي. في الواقع انا من خلال دراساتي ليست في التصوف كتخصص، وانما في الاطار المعرفي العام، بنلقى انه والله يا اخي الدور بتاع التصوف او دور الطرق الصوفيه كما ذكرت يعني هو دور ممتد، واحده من اهم ممسكات الحياه الاجتماعيه في السودان، وواحده من اهم المراجع اللي بيلجؤوا لها الناس حينما تدلهم الامور. فما زالت زي ما ذكرت انت، ما زالت الامتدادات التاريخيه لحركة التصوف واللي ظهر حتى يعني في كل إنسان سودان، يعني حتى السمت والطيبة والأخلاق اللي بيتميز بها الشعب السوداني بتلقاه هي عبارة عن جينات متوارثة من الأدب ومن الاحترام ومن الرقي. فبالتالي بنلقى إنه الدور هو دور ممتد، دور موجود في إطار المجتمع، دور موجود في إطار الحركة كما ذكرت، الحركة الوطنية والحركة التعليمية، وكذلك الدور الكبير والعظيم جدا في إطار التنوير وفي إطار حث الناس على أداء الشعائر وعلى التعاون وعلى التعاضد. طيب أستاذ محمد، حكلمنا عن ممسكات المجتمع، وفي فترة من الفترات وأي فترة بتفاصيل الخاصة، فممسكات المجتمع في التوقيت ده بالذات شنو الدور ممكن تلعبه طرق الصوفية في توحيد ويدان الأمة؟ نعم، أولا زي ما قال الشيخ عبد الرحيم رحمة الله عليه، عنده بيت شعر بيتحدث عن القائد وعن الشيخ، يعني فبيقول إنه هو شيخا في المسيد غنى وإمالة، ده دور تعليمي. شيخا في المسيد غنى وإمالة، ويسأل خبر تام زين دقوها مالة، يعني بيجاي بيدرس وبيجاي بيعالج. فالوضع الآن والمنعطف في السودان الآن والتجاذبات وكل يدعي وصلا بليلى، وكل يعني يقول ويردد أنه يريد الإصلاح والخير للسودان، لكن بنلقى أنه المرجعيات اللي دائما وابدا سواء كان الان او لو جيت رجعت لكل التطورات السياسيه في السودان بتلقى انه في النهايه دور التصوف كان دور واضح، لانه بيلتقوا عندهم الفرقاء.
فالمسجد ما بيفرق يعني، انت الليله لو مشيت زرت اي مسجد من المساجد وكذا، ما حتى ما بيسالوك يعني، لا بقول لك انت منو ولا جيت داير شنو، بيرحبوا بك. الترحيب ده والقبول العام ده دل بيفك الاحتقان بين الجماعات المتنافسه. فهم دور يعني تقدر تقول هم اللي بينزعوا فتيل الأزمات وبيشيلوا الألغام من قدام الناس، مش الألغام في الحرب، إنما الألغام والتنافسات السياسية الموجودة بين الناس، لأنهم هم ما أصلاً ما عايزين حاجة يعني. فما سمعنا يوم في شيخ شالوه من منصبه ولا جاء واحد عمل عليه زي ما بقول انقلابه، لكن هم دور عظيم، عندهم سيستم، عندهم نظام موجود ونظام مستمر، وعندهم ترتيب، وحتى في الإطار العام يلتقوا جميعا في مثل هذه الأشياء. فلذلك بتلقى دور يعني لو جيت من الثورة المهدية مرورا بالحركة الوطنية، سواء كان ثورة 24 وانت ماشي الى الاستقلال وقيام الاستقلال والحكومات المتعاقبة حتى تاريخ اليوم، بتلقى الأثر بتاع الطرق الصوفية وأثر المشايخ الطرق الصوفية موجود وعندهم قبول في المجتمع العام، والمجتمع العام هو النبض وهو المكون للمجتمع السوداني. أحيانا بتلقى بعض النخب تقول ما تقول، لكن في النهاية حتى هذه النخب ليس أمامها إلا أن تعود إلى مركز حركة المجتمع السوداني. وده محور حنجيو. أنت تكلمت عن المسجد، وهنا ما فقط هو التقاء من أجل التعليم، هو برضو جانب تنوع كبير من كل مكان في السودان بيلتقوا في المسجد. فإذا كان الشخص قادر على احتواء البيت من الداخل وقادر على التمييز ما بين كل السحنات واللهجات داخل مجتمع المسجد، فبرضو عنده مشورة وعنده رأي واضح أنه يدير الجميع. والسياسة أحيانا تفرق، ولكن التصوف يجمع. وبالعادة الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية هم بيلتقوا في مناسباتهم العامة في كل مكان. بنتكلم ذاته عن الالتقاء ده، هل التقاء بس روحي وفكري ومناقش من أجل التعليم الدينية، وبرضه في التقاء المشاكل العامة؟ لا أبدا، يعني أصلا مبدأ أي مجلس في السودان ده في النهاية بتلقى إنه الهم العام هو حاضر، واحيانا برضو في يعني في احتفالاتهم الكبيره بتلقى اطياف السياسه المختلفين يلتقوا في البرنامج ده، يعني احتفال في طريقه معينه مع شيخ معين كلهم، بل بالعكس احيانا حتى السياسيين من ذكاون وكذا يخطبوا ود الطرق الصوفيه. ليه؟ لانه والله هم يعرفوا انه وراهم يعني أتباع وراهم أحباب وراهم مريدين يأتمروا بأمر هذا الشيخ، لأنهم قد جعلوه إماما بايعوه أو بايعوه على ذلك. فلذلك تلقون أصلا يعني السياسيين ديل ممكن يعادوا بعضهم البعض، لكن لا يجهروا ويعادوا عموما الحركة الصوفية في السودان، لأنه هو تيار عريض وتيار ممتد لم ينقطع يعني طوال، من زي ما ذكرت أنت أستاذ حمزة، من سلطنة الفونج إلى تاريخنا الحالي، وكذلك حتى في من ناحية استقراء واستشراف للمستقبل تجد كذلك أن هذا المد سوف يستمر بأدواره الاجتماعية بعلاجه لمشاكل المجتمع القاعدي. وانت اصلا الليله السياسي ده عشان يرتاح ويقدر يخطط ويقدر يكتب يعني يشتغل على التنميه وينفذ التنميه، لابد انه المجتمع المتحرك ده لابد من انه هذا المجتمع يكون مجتمع معين له. الاعانه له بتاتي من وين؟ بتاتي من الراحه النفسيه. الراحه النفسيه بيلقاها وين؟ بيلقاها في الامان الموجود في مع العلماء ومع الشيوخ والمسيد، وحركة المسيد زي ما قلت لك هو عبارة عن مجتمع، يعني الموضوع ما نوبة ولا مديح فقط أو ديال طلاب بيجاي بيقرأ القرآن، لا الموضوع ده موضوع شامل، موضوع كبير. يعني حتى بالمناسبة كثير جدا في السودان مرات حتى جرائم القتل الناس خلاص حينما تصل إلى مفترق الطرق يأتوا في النهاية يجوا للشيخ في مجلس يحل المسألة ويطلعوا الطرفين راضين. يمكن دي واحدة من بركات المجتمع السوداني إنه ما يزال متماسك يعني. طيب بالرجوع حتى لتاريخ
عام في الأجواء، هم ما حاربوا، هم تكيفوا معاها لحكم تمددها وأصلها يعني. فإذا كانت الطرق الصوفية أسست وقدرت إنه تقدم تفاصيل كثيرة بخصوص الاستقلال واستقلال السودان وفجر الحرية لوقت بعيد، لعبت دور كبير، هل لا زال الدور ده موجود يعني برأيك؟ بالضرورة. بالمناسبة يعني أنت حتى لو نظرت للحركة الوطنية، حتى يعني ليه لو أنت بتقول إسماعيل الأزهري، اسم إسماعيل ذاته، إسماعيل الأزهري جد الشيخ إسماعيل الولي، صحيح، يعني نشأ في 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 بيت في بيت محمد أحمد محمد أحمد المحجوب. محجوب. كل بالمناسبة كل الأسماء دي، وأنت كان ذكرت حديث عن طائفة الأنصار وطائفة الحطمية، برضو كان الشريف يوسف الهندي، وده برضو من بيت صوفي كبير. فلذلك الحركة الوطنية دي بامتداداتها. وقبل كده أنا يعني خلينا أقول من واحدة من أظهر تجليات الدور التصوف في الحركة الوطنية في السودان كان مع الإمام محمد أحمد المهدي يعني. صحيح. وأقلها على نطاق الخرطوم، يعني مثلا الناحية الشرقية بتتكلم عن شيخ ود بدر، ومن الناحية الغربية مثلا الشيخ حمد النيل، وهناك برضو من ناحية شمال أم درمان برضو مجموعة من الطرق الصوفية، وكذلك جنوب الخرطوم. وإنت كان قلت إنه هم المستعمر أراد أن يتكيف، لكن برضو هذا التكيف أنتج لنا معهد أم درمان العلمي، ومعهد أم درمان العلمي دي كان واحدة من البؤر العلمية اللي درسوا عليها رواد الحركة الوطنية. يعني أنت بتتكلم عن ثورة 1924، احنا بنتكلم عن المعهد العلمي مثلا 1912، الشيخ محمد البدوي، الشيخ أحمد هاشم، الشيخ الضرير، الشيخ النزير خالد، وغيرهم وغيرهم من العلماء اللي أسسوا معهد أم درمان العلمي. حتى مصطفى التيني الشاعر قال، وهنا دي واحدة بالمناسبة من تجليات الحركة الوطنية والتصوف ودور العلماء، فقال: ما بخش مدرسة المبشر عندي معهد وطني العزيز، اللي هو المعهد العلمي، وأشار إلى مدرسة المبشر، أي مدرسة المستعمر. فمن ها هنا امتدت سلسلة التربية. أنا قلت لك هي جينات متنقلة، وجاءت الحركة الوطنية، جاء الاستقلال، تعاقبت الحكومات، فما في مسؤول، ما في رئيس في السودان يعني جاء وحكم إلا و يعني له زي ما بيقولوا مرجعية، وتلقى في بيته، في جذوره، في جدوده، بل الزيارات الممتدة، المشاكل في الولايات الكبيرة، الحروب، السياسيين والحكام بيأتوا إلى هؤلاء العلماء وإلى هؤلاء الفضلاء ليحلوا، لأنه هم دي المقبولين. ممكن أنت تكون سياسي ما مقبول، لكن ممكن أنت تكون شيخ أو عالم وأنت محبوب وما عندك غرض. بالمناسبة ما طيب عندك. نقف في ما عند غرض دي أساس امتداد لمحورنا الجاي. يعني حتكلمنا وفي مدخل جيد إنه الطرق الصوفية والكيانات الدينية دي همها الواحد الترابط ورتق النسيج الاجتماعي، وإنه تشوف السودان ده زاهي وأخضر. وفي الفترة الأخيرة في بعض الطرق الصوفية أصبحت تنساق وراء التيارات السياسية، فهل ده تمدد يحمد على وصول الطرق الصوفية ومشاركتها في اتخاذ القرار، ولا برضو خصم من نشاطها؟ والله هي طبعا دائرة حكمة، يعني أنت عموما الإسلام ده وحركة الإسلام ما بتفرق ما بين، يعني الدين ده دين شامل، ما في حاجة اسمها والله يا أخي الدين ما عنده علاقة بالسياسة، ولا لا، هذه دعوات مرفوضة مبدئا. يعني الإسلام ده موجود في كل تفاصيل الحياة، لكن هنا بتبقى الحكمة، حكمة التعامل مع الموقف. يعني الحد وين اللي بيقف فيه مثلا هذا العالم أو هذا الشيخ، حتى لا يغرق، حتى لا يدخل في معتركات. هو زول بحل، البحل ما بيدخل في الوحل، هو بينقذ الناس من الوحل. فمن ناحية إذا كانت في الإطار العام وفي جمع الشمل هذه محمودة، أما إذا كانت بمناصرة تيار على تيار فهنا المشكلة، والفتنة بتبقى أكبر بالمناسبة. يعني السياسيين دول إذا شاكلوا حلهم سهل.
لكن العلماء والشيوخ دي اللي وقعوا في هذا المستنقع هم اللي بيحلوا المشاكل وهم اللي زي ما قال يعني حليل كان برد الناس صبح حيران بخص هدا يعني تعرف منو اللي بيحلون. فزي ما قلت لك إذا بقت في الإطار العام في لم جمع الشمل ولم الفرقاء السياسيين تقديم النصح وتقديم المشورة هذا هو المحمود، لكن ما يغرقوا في التفاصيل، ما يقفوا مع جماعة ضد جماعة وبتفقد وتخصم من التخصم من الرصيد، وبعد ذاك هو ذاته كده يدخل في المعتركات وفي الصراعات دي بيغفل عن دور الاجتماع تجاه مجتمعه القاعدي اللي هو مسؤول عنه تاريخيا يعني. طيب كلامك طيب ده كله بكل صراحة بزاوية شوفك انت، نحن دارين بعض ما عايزين نشمل الكل يعني، عارفين في طرق وفي مؤسسات هي قادرة انه تحل السودان وما يكون عندها جانب سياسي ولا الدخول في محترك السياسة، ولكن بزاوية شوفك بالنسبة للواقع هل بالفعل تم تغيير الطرق الصوفية لصالح تيارات سياسية؟ أنا أجيب من ناحية علمية من باعتباري باحث ولست منحازا لفئة في حديثي هذا. الأمر ده من نهاية الستينات وبداية السبعينات استطاعت بعض التيارات السياسية أن تستقطب بعض الطرق الصوفية لصالحها، واستطاعت أن تجير بعض القضايا، واستطاعت إنه تجعل مثلا هذه الطرق متكئا لهم من خلاله يقدروا ينفذوا للمجتمع، وكانت خصما عليهم. ما زال دي موجودة ولا تزال موجودة، وده شيء طبيعي في سنة الحياة يعني. أنت الأوبورتيونيتيز الفرص الموجودة كسياسي، والسياسي دائما بيعتمد على الذكاء ويعرف كيف يختنص الفرص من خلال المجتمع زي ما يقول إنزال برامجه على الواقع. فبعض السياسيين نجحوا في هذا الأمر، لكن هذا النجاح نجاح منقطع يعني. الليلة مثلا إذا بتتكلم عن الطوائف الكبرى، تتكلم عن طائفة الخدمية، عن طائفة الأنصار وهكذا، هذه الطوائف يعني لو لاحظت مهما لهمت الأمور بتلقى في النهاية الرأي الكبير بتلقى الدعوة للوحدة والدعوة للسلم الاجتماعي، لكن في بعض الطرق الصوفية بعض الشيوخ يعني استطاعت بعض الكيانات السياسية أن تنفذ من خلالهم لتجير هذه القضايا، وهي واضحة للعيان. لكن في النهاية زي ما بقولوا أهلنا يعني لله متصل يعني، والما لله منفصل. ليه أنا قلت الكلام ده؟ لأنه بحكم المشاهد الكريم اللي بتابعنا الآن في صباح الشروق، في كل فترة كل ما يشتد ألم السودان وينخر في عظم الأمة قبل جسدها، منشوف إنه دائما انحياز السياسيين للطرق الصوفية وللإدارات الأهلية، مش يعملوا لقاءات جماهيرية كبيرة جدا لحشدهم وحشد الدعم النفسي والمعنوي، حتى يرسل رسائل واضحة في بريد داخل الدولة وفي بريد الخارج إن هنالك انحياز واضح وفي مشورة يعني. فأنا قصدت السؤال ده لأنه بيتبادر في أذهان المشاهد والمجتمع بشكل استمرار، وبيميزه إنه دائما إذا كان العملية الدينية ما بتنفصل عملية سياسية، إذا كان بأخذ الرأي أو المشورة يجب إنه ما تنساق زي ما ذكرت إنه يكون عندها حدود بالصورة المعقولة. بحكم الشيوخ الصوفية هم درسوا في أكاديميات عليا وحازوا على أفخر الجوائز وعلى أعلى الشهادات والمراتب سواء كان داخل السودان وخارج السودان، تذكرت المعهد قبيل، فقدروا كيف مهم أنه نستفيد من هذا التعلم لصالح البلد ونهضته في التوقيت ده بالتحديد. نعم، أنت ذكرت في سؤالك نقطة جوهرية فعلا الآن، وما سبق برضو في السنوات المضت بتلقى إنه هؤلاء الشيوخ نالوا حظا من التعليم، حتى درسوا يعني، هنالك خريج كلية الآداب اللغة الإنجليزية، هنالك الأطباء، هنالك المهندسين، والعلوم اللي درسوها دي بالضرورة أفرزت نوع من التجديد داخل الحركة العامة لهذه الطرق يعني. بتلقى مثلا الليلة المولد زمان، احتفالات المولد زمان ما زي الآن، بتلقى والله يا أخي في حملة الشيخ فلان الفلاني للكورونا، في التطعيم يعني، بيقول يستغلوا المناسبات، ودي واحدة من فلسفة حركة المجتمع، بتستغل المناسبات لمعالجة بعض القضايا، وده نوع من التجديد
يعني الليلة أنا إذا كان كنت مثلا خريج واحدة من الجامعات أو واحدة من الكليات أو التخصصات، بالضرورة التخصص ده أنا بكون اكتسبت منه حاجة، فلا لازم يكون عندي الأديد فاليو داخل المسجد وداخل المجتمع. فزي ما ذكرت لك الآن مثلا في الاحتفالات بدأ نمط الاحتفال القديم يتغير بإدخال يعني تلقى في معرض كتاب مصاحب زي ما ذكرت لك في يعني بتثقيف وجانب توعوي وجانب صحي وتشجير وهنا ده شنو ده التجديد وده سنة الحياة الذي لا يتجدد يتبدد في النهاية. فهم من خلال دراستهم عكسوا الآثار دي، بل بالعكس كذلك حتى يعني استخدموا هذه العلاقات لبعض المشروعات اللي بيبقى فيها فايدة للسودان واللي بيبقى فيها خير للسودان، وظلوا محافظين على الشكل العام. يعني هم الشكل العام ده ما هدموه، لكن الحاجات الإضافات دي زي ما بقولوا بقت يعني تجرتقل المشهد العام، وده التجديد. يعني حتى الآن لو نظرت لو جيت لقياس وصياغة تاريخي مثلا السبعينات الثمانينات الآن مثلا بتلقى إنه في حركة بتاع التجديد من هؤلاء العلماء ومن هؤلاء الفضلاء، وفي النهاية المستفيد الأول والأخير هو هذا المجتمع. ودي القدوة الحسنة نتكلم عنها. إذا كان السياسة هي تطلع في خطابات من غير منه تعمل، والعمل الجاد عند أصحاب الكيانات الدينية والطرق الصوفية هم بعد تعمل، الشخص لما يشوفك بتعمل بعد ذلك بيقتدي بك، قدوة حسنة يعني. قدوة. فبرضو في سؤال مهم وبيتبادر في أذهان الناس دائما، تتعامل الجهات السياسية، طبعا حديث عن الحركة الوطنية ما بعيد من السياسة ودور الطرق الصوفية، يعني تكلمنا عن اكتساب إنه الطرق الصوفية ورجالات الطرق الصوفية اكتسبوا تعاليم دينية وجددوا وأيضا درسوا في معاهد خارجية وجاءوا للسودان عشان يجددوا، ففي جزء من المجتمع أساسا بينظر للأمر ده مجرد بينظر للطرق الصوفية مجرد دراويش، أليس الأمر فيه سذاجة يعني في إنه ده امتداد لتاريخ امتداد لفكر تختصر الأمر فقط في الدروشة وفي تعاليم الدين والتصوف؟ هو ده اصلا ده هذا سياسي منبت عن مجتمعه ونشأ في بيئه غريبه، وده لو نظرت له بتلقى اصلا هو ذاته ما عنده قاعده ولا عنده يا جماهير، لذلك يوسم غيره بهذه السمات، زي ما يعني قالت السيده اسماء بنت ابي بكر حينما جاءها ابنها مصعب بن الزبير وقام قال لها يعني يعيرونني ويقولون لي يا ابن ذات النطاقين، فقامت قالت له تلك شكات ظاهر عنك عارها، قالت له ده ما نبز ده شكر. فانت حينما ترميهم بالدراويش دي عباره عن هزيمه منك في المقام الاول، لم تستطيع ان تنفذ اليهم، وافكارك هذه لم تجد تربه صالحه تنبت عليها، فصرت ترمي من بعيد. وفي النهايه انا المعول انا زي ما ذكرت لك في ذكاء اجتماعي، يعني لا يمكن ان يكون كل هذا العدد وكل هذا الإجماع وهذه المرجعيات، وزي ما ذكرت السياسيين الناضجين يعودون إليهم ثم يرميهم هذا بهذا الوصف، ده عبارة عن اختزال لقضايا وقيم معرفية كبيرة جدا، وبالتالي الذي نشأ في بيئة مغايرة وتغذى بأفكار مغايرة لا مكان له في واقع المجتمع. المجتمع السوداني مجتمع ذكي جدا، كان مطوى ضعته وعدت معه في الواطدي وأكلت معاه وشربت معاه وجيت في أفراحه وفي أطراحه كائنا من كان، لو كنت تملك أموال الدنيا ولو كنت لك مساء. من أيوة عندك ما عندك، لكن أنت لا بتجي البكة ولا بتجي العرس ولا بتمشي تزور زول في ما عندهم لك حاجة، زي ما قال يعني لا أريد أن أسمي سوء إلى أحد السياسيين، قاموا قالوا له أنت البفوز في الانتخابات الزول اللي عنده برامج ولا الدكتور ولا كده منون لو يترشح بفوز؟ قال لهم دي كلها ما عنده حاجه، قال لهم الزول بليف عمته وبيمشي البكا بخط مع الناس وبيمشي الهرس وبزور العيان انه يترشح هو اللي بيفوز، يعني زول موجود في المجتمع، فانت اذا ما في المجتمع بتقعد تقول كلامك ده من بعيد وما عندك اثر. طيب استاذ محمد، احنا في ختام لقائنا معك وتكلمنا عن اسهامات الحركات الطرق والطوائف الدينيه والطرق الصوفيه في المد السياسي والاجتماعي والديني في السودان في التوقيت اللي بنعيشه الآن،
المطلوب شنو في نقاط لتوحيد وجدان الأمة من جديد؟ لأنه كثير من الاحتراب القبلي بيجينا نشوفه في فترات أخيرة، حتى على ظاهرة الأماكن بيكون فيها رجال دين أو طرق صوفية بيجينا نشوف التمدد الكبير والانفلات اللي بيحصل في الفترة الأخيرة، ده نتاج لإفراز سياسي. صحيح. لكن المطلوب شنو في التوقيت ده؟ والله أول حاجة كلنا نخاف الله في البلد دي، شيوخ على أحباب، على سياسيين، على ثقافيين، على أكاديميين، على إعلاميين، على 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 نتقي الله في هذا السودان. ولا يزال الخير موجود في السودان، ولا يزال هذا المجتمع مجتمع متماسك في أفراحه وفي أطراحه وفي في ملماته. الآن أفتكر الدعوات اللي بتطلقها الكيانات السياسية، وأنا يعني أظن فيهم الخير، يعني كلهم يريدون الخير للسودان، لكن كذلك يعني أن تظل الدعوات مفتوحة، يعني قل تعالوا إلى كلمة سواء، هذه دعوة القرآن. فحتى مش الطرق الصوفية فحسب، الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية الأخرى، يعني السودان ما فيه الصوفية بس، فيه جماعات يعني دعوية، احترام التعدد ذاته. أيوة، نحترم بعضنا البعض، نسع بعضنا البعض، يعني نبني على التراكم الحضاري، التراكم التاريخي الإيجابي، يعني نعضد نقاط القوة، ونسعى جميعا أن يعني أن نجعل من نقاط الضعف نقاط قوة، زي ما بيقولوا ناس التخطيط الاستراتيجي. بذلك يعني أنا شخصيا والله مهما لهمت الأمور سوف تصفو الليالي بعد قدرتها، وكل دور إذا ما تم ينقلب. أنا على يقين أن هذا السودان سيظل موحدا، سيظل واحدا، وكلما لهمت الأمور فتح الله عز وجل باب خير وأمل واستشراف، إنه البلد دي بإذن الله بتمشي إن شاء الله اللي قدام، وإن شاء الله يبقى الاستقلال الجاي ده فيه مبشرات وخير للناس إن شاء الله. أستاذ محمد يوسف العركي، الكاتب والباحث في التصوف، شكرا على إطراك لمحتوانا الصباحي بالكلام المبسط والجميل، ورسائلك في بريد المهتمين وطرق الصوفية إنه يمدوا لطريق الخير والوحدة. أنا مقدر جدا حضورك صباحا، كتر خيرك. شكرا، وأنا سعدت بك أستاذ حمزة، سعدت بالثقافة، سعدت بهذا الاطلاع، وسعدت كذلك أن أكون في حضرة الشروق في هذا الصباح الطيب. شكرا جزيلا.